صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBC. اليوم السبت 27 نيسان. احتلت زيارة ميخائيل بوغدانوف إلى لبنان كمبعوث للرئيس الروسي فلاديمير بوتين صدارة الاهتمام، فالرجل الخبير الملم بتفاصيل الأزمة السورية ومواقف الأطراف اللبنانية منها شدد مرة جديدة على خيار الحل السياسي وفق بيان جنيف، وجدد دعمه لجهود الرئيس سليمان وإعلان بعبدة. واليوم يتابع بوغدانوف تطوافه على المرجعيات وعلى مفكراته لقاءات بدأها مع الرئيس المكلف تمام سلام وتشمل الرئيس السنيورة والدكتور سمير جعجع، وتختتم ليلا بلقاء النائب العماد ميشيل عون. وعلى صعيد الحكومة لا يزال الرئيس المكلف تمام سلام يجري اتصالاته لتشكيل حكومته في إطار المعايير التي وضعها، ورئيس مجلس النواب نبيه بري يتواصل مع ممثلي الكتل بعد فشل لجنة التواصل بالتوافق على بديل من الأرثوذكسي. اليوم وفي الذكرى الثامنة لجلاء الجيش السوري عن لبنان نستقبل عضو تكتل الإصلاح والتغيير النائب الدكتور وليد خوري، ومعه نناقش مجمل التطورات اللبنانية خصوصا بموضوع الحكومة وقانون الانتخابات. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. مثل العادي بدنا نشوف حركة السير على بعض الطرقات صباح هذا اليوم. نبدأها دائما بأوتوستراد جونية، حركة طبيعية، ما في زحمة سير لا باتجاه بيروت ولا باتجاه الشمال. منطقة الدورة كمان الحركة عادية وخفيفة، فينا نقول ما في أي زحمة سير. بولفار شارل الحلو عم نشوف في ضغط سير باتجاه منطقة الصيفي وسط بيروت، ولكن باتجاه المرفأ الحركة طبيعية، وباتجاه منطقة الكارنتينا كمان الحركة طبيعية. ساحة ساسين بالأشرفية عم نشوف توقف عند التقاطع الرئيسي بساحة ساسين. شارع الحمراء حركة طبيعية. طريق المدينة الرياضية المطار الحركة طبيعية بكل الاتجاهات صوب نفق سليم سلام وصوب المطار. وأخيرا صيدا كمان الحركة فيها طبيعية جدا. دكتور وليد، يعني 8 سنوات مروا على الانسحاب السوري من لبنان، أنتم كتكتل كيف تنظروا لهذا الانسحاب بعد 8 سنوات؟ يعني هذا نضال طويل وقديم بفكرة تكتل التغيير، وبفكرة خاصة تيار وطني الحر وصل لخواتيمه بال2005، وكان قبل بسنة جنرال عون كان عم بيحكي على الموضوع وما حدا كان مصدق القصة. الأمور التغييرات الإقليمية والدولية أوقات بتأتي يعني ثمارة بوقت معين، وهيك صار طبعا بنضال الناس اللي كانوا موجودين على الأرض، يلي هن بحب بذكر كانوا كتير قليل. رح بيكون في شي بيان أو شي احتفال للتكتل بهذه الذكرى، ولا ستمضي هيك مثل العادة؟ يعني مثل كل سنة بينحكى على المواقف الأساسية لتيار الوطن الحر اللي هي كانت ب 13 تشرين، وبهالأمور هيدي عم بنعمل كتير احتفالات وذكر فيها. ذكر الجلاء السوري مثل بيقولوا، يعني هذا عم بيمرق حدث منه هالقد يعني أساسي بتنظيم التيار. الأساسيين أساسا هي فترة النضال. يعني بيحكي التيار عن ذكرى 13 تشرين أكثر ما بيحكي صحيح. عن ذكرى الانسحاب السوري. صحيح، لأنه بالفعل 13 تشرين كان ذكرى صمود، وذكرى اللي هي اللي خلت برأيي أنا بعده لو بعد حين هالمقاومة إذا بدك اللي كانت موجودة ضل موجودة، وهالشعلة ضل مضواية. والبرهان بال2005 شو صار، بخاصة بالانتخابات النيابية اللي بينت أنه بالآخر الناس ولو كان في قوى سياسية على الأرض هي بوقت معين مهيمنة، بس بالآخر بس راح السوري وراحت البريسيون عنهم، يعني بينوا على حقيقتهم وعطوا التكتل تغيير الإصلاح وقت 22 نائب، وتاني مرة بعد 4 سنين ومع كل الهجومات اللي صارت علينا كمان رجعنا جبنا 27 نائب. تعتبروا أنه سوريا خرجت من لبنان بالفعل؟ سوريا ما بحياتها، يعني تعرف كل بلد حده بلد تاني بضل في تجاذبات بين بعضهم على مر العصور، ومش بس نحن بلبنان وسوريا، يعني خاصة بلد صغير مثل لبنان. ولبنان معروف من وقت الفينيقيين يمكن بعده كان كمان مبتغى لكل القوى الإقليمية. بس حده. التدخل السوري في لبنان يعني كان تدخل يختلف عن لأنه كانوا عندهم ما يحصل بالبيت. ببعض الدول لأنه كانوا بالبيت، كانوا قاعدين بالبيت، كانوا إني يعملوا كل شيء. بس بعد ما فلوا تغير الموضوع. نعم. بس بعد ما فلوا تغير الموضوع. ما في شك تغير. هلأ يعني هلأ أكيد تغير كتير، يعني هلأ الوضع الحالي في سوريا منه أبدا يعني بيسمح بتصور للتدخل بالسياسة الخارجية. بس في ناس في خطوط سياسية معينة يعني موجودة بلبنان، عروبية اللي بتسميها اللي بدك إيه،
بس إلى تأثير طبعا الوضع السوري فيه مثل ما غير أوضاع يعني مثل ما الوضع التركي مثل ما الوضع الإيراني مثل الوضع السعودي يعني لبنان موزايك موزايك أفكار وموزايك اتجاهات وهالناس اللي بعد ما فكرنا وطنيا نحن عم نجرب نرد الناس على الوطن يعني بالفعل بس بعد سوريا عم تتدخل بلبنان يمكن هل بهالفترة يمكن أقل مرة بس ولكن عم تواصل تدخلها مثل كل البلدان يعني مش انه شيء غير اعتيادي سوريا هلا بس بطل يكون عندها مثل ما كنا قبل المرجعيه الامنيه اذا بدك مع الجيش اللي موجود على الارض ومع المخابرات ومع هالقصص كلها بس يمكن عندها ناس بينفذوا لها سياستها ومثل ما في غير ناس بينفذوا غير سياسه دول يعني شوف يعني بلش من اكبر دول يعني لحديت اصغر دول يعني بضل في عندك ناس نحن بلبنان هي مشكلتنا انه مرجعنا بعد على الوطن الحقيقي يلي اسسوه الاجداد خاصه بفتره الانتداب يعني مع بشار الخوري ومع رياض الصلح بالمبدأ هناك كانت انبعاث للبنان الجديد اللي كلنا كنا متأملين فيه هل الميثاق الوطني إذا بدك تزعزع على عدة مراحل ب58 تعرف شو صار يعني بال73 بال75 بالفلسطينيين اللي فاتوا ورجعوا بعد قوات الردع يعني في كتير أمور خلقت هال بس اللبنانيين طيبين يعني ونحن أكدين أنه بكرة إذا نوعا ما قدرنا نحصن حالنا من ونقعد جوا نحن نحكم بعضنا والمفارقة الكبيرة نتفق إنه إيه بس المفارقة الكبيرة إنه هلا وقتها كان نعم. يعني هالمدة هاي هلا وقتها طيب رح تابع بهذا الموضوع أنا وياك بس بدنا ننتقل على المصيد بلدارة الرئيس تمام سلام مع زميلتنا ندى أندراوس عزيز لنشوف المحادثات اللي إلها علاقة بينه وبين بوغدانوف وهالحكومة كمان تشكيلها وين صار يلا. نهارك سعيد ندى نهارك سعيد بسام يعني شو آخر ما توفر لديك من معلومات إلى علاقة بالحكومة وبعدين بوغدانوف شو عم يعمل اليوم؟ بسام يعني طبعا بموضوع الحكومة امبارح الرئيس المكلف تمام سلام التقى الوزير علي حسن خليل وفي كل يوم كان يعني بشكل معلن أو غير معلن يلتقي ممثلين من هذه القوى المعنية بتشكيل الحكومة بحسب يعني الأجواء اليوم الأجواء إيجابية بحسب ما أكدت لنا مصادر الرئيس المكلف قالت أقله أن هناك صار في ثوابت معينة إلى علاقة بشكل الحكومة الرئيس المكلف لا يزال على رأيه على أن تكون هذه الحكومة بالعدد من 24 وزير ويبدو أن هذا العدد يلقى تجاوب حتى الساعة كما أنه أن تكون من غير المرشحين وهذا أمر ثابت ولا يجد يعني حتى الآن أي أبواب مقفلة أمام كل ما يطرح حتى الساعة طبعا بانتظار كل التشاورات التي تحصل على المستوى السياسي أيضا هناك تأكيد على الإصرار وإبقاء الموقف على المداورة بالحقائب بين الكتل السياسية طبعا التي ستشارك بالحكومة والمداورة على المستوى الطائفي بين الطوائف خصوصا فيما يتعلق بالحقائب السيادية يعني هذه الأمور التي نسمعها منذ أيام أو منذ التكليف بال الشكل الذي يريده الرئيس المكلف لحكومته قال له انه كان يتكرر يعني هذه الخارطه للحكومه ولكن اليوم لاحظنا انه في قبول اكثر لما يطرحه الرئيس المكلف خلافا لما يروج من اجواء سلبيه يعني هذه ما اكدته لنا المصادر هنا انه ليس هناك فعلا من اجواء سلبيه الى هذه الدرجه وطبعا انه الرئيس المكلف يعمل على قاعده السرعه وليس التسرع وفي هذا الإطار يعني أتى اللقاء أمس مع الوزير علي حسن خليل كانت جوجل إلى آخر الاتصالات التي تحصل بما يتعلق بتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة وربما قد يكون هناك من لقاءات أخرى مع ممثلين آخرين لكتل أخرى ولقوى أخرى في المصيد مع الرئيس المكلف أكان اليوم أو في يوم آخر طبعا لن تتوقف حركة الاتصالات ولكن المؤكد أنه ليس هناك من أمور دراماتيكية سلبية أو أفق مسدود على مستوى تشكيل حكومة هذا فيما يتعلق بالاتصالات المتعلقة بتشكيل الحكومة أما نائب وزير نعم يلتقي الرئيس المكلف منذ بعض الوقت أريد أن أذكر إلى أنه سفير الروسي بسام كان أول من زار الرئيس المكلف في دارته بالمصيد بيوم تكليفه أنت بتذكر كتير منيح الرئيس المكلف يعني يبحث مع بوغدانوف ما كان يعني أعلنه السفير الروسي بشكل واضح أنه هناك دعم لتكليف الرئيس تمام سلام هناك رعاية لهذا التكليف وهناك تأكيد على ضرورة أن يكون لبنان مستقر أن يكون لبنان بمنأى عما يحصل في محيطه وتحديدا بسوريا أن لا يكون لبنان ساحة لما يجري وهناك جرعات من الدعم الإضافي لتسهيل عملية تأليف الحكومة طبعا هذا الأمر يعني تقول دائما
الأجسام الدبلوماسية أن هذا الأمر ليس من شأنها، هو من شأن الدول، هو من شأن اللبناني الداخلي، ولكن كل هذه الأمور مطروحة على بساط البحث الآن. طبعا بوغدانوف سينتقل بعدها إلى معراب، ومن معراب سيكون على موعد في بيت الوسط مع كتلة المستقبل. بسام، شكرا للزميلة نالا أندراوس عزيز، كانت معنا من المصيطبة. رح نرجع لموضوع الحكومة، بس بدي كمل شوي بالموضوع السوري. طيب يعني اليوم بتكتل التغيير والإصلاح، ما بتشعروا هيك أنه بشوية غرابة أنه بعد ما كان في نضال ضد خروج القوات السورية من لبنان وضد النظام السوري، اليوم هذا التكتل يعني يقف إلى جانب النظام السوري؟ ما فيك تقول يقف إلى جانب النظام السوري، يعني هذه طبعا بتنفهم هلأ غير شكل بالوضع الحالي بسوريا. نحن مع خط يسموه خط المقاومة، يلي هو ممتد على عدة فروع إذا بدك. أول شيء بلبنان، لأنه إحنا بعدنا عنا منعتبر عدونا الأساسي هو إسرائيل، يلي عم تعمل كل المستحيل مش بس تتفتت لبنان، تتفتت كل المنطقة. والجبهة الدفاع الأساسية اللي موجودة عنا هي بتتميز بالمقاومة وبجيشنا وبحكومتنا، يعني تكون نوعا ما صامدة. هلأ ما تبقى إذا إجا كمان دعم من سوريا، هذا كله طبعا بفيد لبنان. إحنا بالنسبة لنا منا عم نساعد النظام بسوريا كمجموعة موجودة، ونحن يعني منا شايفين وشايفين انه في هجمة على لبنان وعلى البلاد العربية كلها مش بس سوريا. يعني اليوم اللي عم بيصير بالعراق كمان منه شغلة بسيطة، مشان تفتيتهم. وهيدي طبعا نحن مش بس نحن عم نحكيها، يعني غبطة البطرك عم بيقولها مسيحيا اذا بدك، مع انه ما بنحب نحكي بهالموضوع يعني بهالطريقه، بس يعني هذا النظام يعني يساعد المسيحيين ما عم بحكي النظام عم بحكي دوله سوريا. نحن بعدنا هلا في شيء اسمه دوله سوريا موجوده، فيها نظام، في نظام، هذا نظام مو الدوله، بس هذه دوله يعني بالاخر فيها حدودك دوله، فيها تسكر الحدود، فيها تفتح الحدود، فيها تمنع التجاره، في يعني دوله موجوده، فيها سفراء، فيها نظام موجود. هلا بتقلي النظام شو عم بصير عنده جوا، هذا نحن مش شغلتنا. نحن همنا انه بالمبدا لبنان في على جاره شيء اسمه نظام موجود دولي، هاي الدولة عم تعطى معها بطريقة ندية، وجربنا طبعا الحكومة يعني هيك عم تعمل، ونقب النفس هو هيك، ما عم يكون شيء تاني. يعني بهذا الإطار يعني كمان راح الأستاذ سليم عون مع وفد الأحزاب والقوى الوطنية التقوا الرئيس الأسد، ما بيمنع كلمة. ما بيمنع يعني ما بعرف كيف راح، يعني إذا راح بصفته الشخصية أو بصفته الحزبية، بس انه ما بيمنع، يعني ما حدا عم بيتغطى، ونحن مش عم نقول نحن ما بنحكي مع الرئيس الاسد، بالعكس. واللي عم نشوفه انه في شيء عم بيصير بسوريا مؤسف جدا، ونحن قلناها من اول يوم انه ما بتنحل الا بالسياسه، ومش بس نحن هلا عم نقولها، كل الناس عم تقولها. ومبارح الوزير بوغدانوف الموفد الروسي عم بيقولها، الرئيس الامريكي حتى قال من شيء يومين ثلاثه كمان انه والقصه طويله بسوريا ورح تنحل بالسياسه. طيب نحن ما عم نحكي شيء تاني يعني، بس يعني وجهة النظر عند النظام مش هيك، وجهة النظر عند النظام واللي عم تروج حاليا بين حلفائه بلبنان انه الامور رايحة على حسم عسكري، وحسم عسكري قريب عم بيروجوا يعني حلفاء النظام السوري في لبنان. خايفين النظام له جيش عنده، حسب انت عندك جيش بلبنان وفي عندك ناس بدهم يقلبوا هالجيش ويقلبوا نظام عندك، بدك تفرج عليهم او بدك تحاربهم؟ بدك تحاربهم. بس هو عم بقول انه يعني المعلومات الواردة حاليا عند الافرقاء اللبنانيين، وقد هذا الامر يدخل بمسألة التأخر في تشكيل الحكومة واجراء الانتخابات، انه انتظروا ما سيحصل في سوريا، او بعبارة هيك بيقولوها انه الميدان يشكل الديوان، يعني انه انطروا شو رح بيصير بسوريا على الارض لحتى بالنسبة للبنان ما عندي هالفكرة. يعني اللي بشوفه انه طبعا موازين القوى بتصير تختلف، اذا سوريا بترجع بتقوم على اجريها، يعني بيرجع النظام بقوته، بيرجع بتختفي المعارضة عنده، وهذا شيء يعني مستبعد، لانه بالفعل التغلغل صار لدرجة، وخاصة بالمسلحين بنعرف كلنا الحرب بلبنان قديش اخذت وقت. يعني انا ماني شايف القصة انه هالسرعة، حتى لو اقوى جيش ممكن يوقف تسلل المسلحين بكل الأرجاء السورية، مش عم نحكي عن حي أو ضيعة أو الأمور رايحة لأبعد بكتير وطويلة القصة. من هيك أنه ننطر سوريا شو بدو يصير فيها تنعمل حكومتنا، بتصور ما حدا يعني معتبر هالشي. بس طبعا إذا في شيء بينتصر، إن كان المعارضة أو إن كان النظام، أكيد حيتغير موازين قوة كتير كبيرة بلبنان. إيه طبعا. طبعا. وهذه طبعا يعني المعارضة ما بعرف شو بسميهم بقى، المعارضة الحالية إذا بدك بالحكومة السابقة تبع الرئيس مئاتي، معتبرة أنه القصة كانت قريبة،
يعني سقوط النظام السوري من وقت ساركوزي لحديت هلا كل ببشر انه بعد شهرين انه رح تخلص القصة بون هاي قتلة مكفاية. ومبارح الرئيس اوباما بيقولها بشكل واضح انه القضية رح تاخد وقت كتير. يعني هون بدنا نعمل غير حسابات صرنا بلبنان. طيب. معارضة وموالات يعني. حكيت دكتور حضرتك عن انه يعني في استهداف للمنطقة وفي استهداف لكل دول العربية وحكيت عن يلي عم بيصير بالعراق. طيب يعني هل تدخل حزب الله بسوريا يساهم يعني بتهدئة الأوضاع بالمنطقة، يساهم بالحد من الصراعات المذهبية، يساهم ب يعني هيك ترطيب الأجواء في لبنان، أم يزيد من التوتر؟ ما بدي أنا فوت بهالبوليميك يعني، بعتبر إنه بكرة برأيي الشخصي بدنا ننتظر خطاب السيد حسن رح يكون بتسعة أيار بتصور، وراح يحكي بكل شيء ساعتها. هلا هو كان حاكي هالموضوع من قبل إنه ليش تدخلوا بسوريا بوقتها مع القرى المتاخمة، القرى السورية اللبنانية يعني اللي فيها جماعة لبنانية مع تذاكر لبنانية قاعدين بسوريا، وانه من اخواننا بالطائفة الشيعية انه هيدي اللي حمايتهم كانت بوقتها معينة. هلا هل يا ترى هذا شيء زاد؟ هذا شيء بقي محله؟ هذا شيء كيف يعني؟ انا ما فيني جاوب عسكريا شو عم بصير، بس اللي بقوله انه انا بصدقه للسيد حسن شو ما قال بكره 9 ايار، بعتقد رح يكون صادق ورح يحكي مثل ما هي الامور، وبنفهم ساعتها امور كثيرة. يعني طب يعني يحق مثلا لاي طرف لبناني قلب تسلم يعني بنظريه انه في قرى في بقلبها مواطنين لبنانيين شيعة موجودين بسوريا والحزب يدافع عنه، هل يحق مثلا للطوائف الاخرى كمان اذا شافت انه في انصار لها مهددين بسوريا انه تتدخل تحمل سلاح؟ يعني احنا عم نعرف انه عم بصير في تدفق مسلحين من لبنان على سوريا بشكل ممنهج وتدفق سلاح. ويعني إذا بتذكر من سنتين تقريبا كانت الباخرة يلي لقطوها بطرابلس يلي كانت رايحة على سوريا مع الإمدادات العسكرية تبعها، وبنعرف إنه في مجاهدين يمكن بين هلالين أو مسلحين عم بيروحوا على سوريا يدافعوا عن أهل السنة. يعني كل هالأمور عم تصير بلبنان كانت قبل قصة حزب الله، بس طبعا الهايلايت والسبوتات كلها على الحزب يعني اللي هو يعني مركز عالمي صار بس كل يوم يعني عندهم ضحايا الإعلام، وكل يوم عم بيشيعوا شهداء لأنهم عم بيقولوا أنه سقط. برجع بقول لك يعني أنا بالفعل ما حد رح يعرف مزبوط شو عم بصير. في كتير إعلام عم بينحكى على الموضوع، بس أنا برجع بقول لك بصدق الحسن سيد حسن نصر الله. بس سيد حسن نصر الله كلامه نحن واضح. نحن عم نقاتل بسوريا وسنقاتل إلى جانب النظام السوري لأنه هذا النظام دعمنا ووقف إلى جانب المقاومة. هذه فرضيات، خلينا نسمع شو بيحكي وبنحكي. يعني أنا برجع بقول لك إنه في تداخلات كتير كبيرة من كل القوى، بلش بحي الله ما بدي اسمي الاسامي، ليش تركيا مش عم تعمل شيء ابدا او يعني غير تركيا بتركيا، بس نحن لا 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 مش بتركيا لا نحن في لبنان. يعني تدخل حزب الله او تدخل السلفيين في سوريا يؤثر على الوضع في لبنان، بس نحن بنعرف هلا صار تقريبا معلومه القضيه انه الاتراك لهم يد طولة بخطف اللبنانيين اللي موجودين بعزاز. يعني انه شو بنرد عليهم بالقتال؟ لا 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 ما عم بقول لك هيك، عم بحكيك انه كل الناس عم تتدخل. انا عم برجع بقول لك برجع برد الموضوع الاساسي، التدخل تبع حزب الله مني انا بعرف شو هو اولا، ثانيا انا بكره بده يصير في تفسير لهالموضوع من السيد حسن شخصيا. اللي عم بقول لك انه خلينا نسمع هالتحليل بعد لهلا، ما عم نحكي غير تحليل صحف واتهامات من اسرائيل ومن امريكا، ويعني وعم تتصاعد الامور مش بس انه التدخل حزب الله، صار في هلا قضيه كيميائيه جديده بسوريا. طب هالضحايا عم يسقطوا وين؟ يعني هالشباب الشيخ صبحي الطفيلي بيقول في لحديت اليوم 138 ضحيه من حزب الله. ما عم تفهمني، ما عم بقول لك ما عم بيروحوا على حزب الله على عم قالت بشكل واضح السيد حسن انه في عندهم 7-8 ضياع شيعيه هناك عم يدافعوا عنهم، يمكن هناك عم بيروحوا، في كتير ناس عم تروح هناك يمكن ما بعرف. يعني بعدين بسوريا منا مش رايحين على الشانزليزيه، يعني بسوريا في معركه طويله عريضه وبده يموت ناس، هلا كيف بيموتوا باي صفه باي شيء ما بعرف. طب يعني معناتها هون انه هيدي سياسه النائب النفسي اللي بتحطها الحكومه واللي كمان هلا رفعها الرئيس المكلف يلي ما حدا مت مش مطبقه؟ لا بلا، الدوله عم تطبقها. اي دوله؟ الدوله اللبنانيه، يعني الجيش اللبناني والاجهزه تبعها وتلفزيون لبنان تلفزيون لبنان نائب نفسه يعني كلهم هودي نائبين بنفسهم، بس اللي على الارض عم بيصير يمكن غير شيء، ان كان بلش بطرابلس وبعكار وهي اذا بدك حزب الله ما عندي مشكله. طيب عندما تتعرض هذه المناطق المناطق اللبنانية للقصف، إن كان من قبل قوات النظام ولا إن كان من قبل قوات المعارضة، يعني مش لازم هون يكون في تحرك للدولة اللبنانية؟ صار في تحرك وحكي الرئيس الجمهورية وحكي قائد الجيش، لا انه حكيوا عطى اوامر انه بالرد
يعني هيدي معناتها انه صار في هلا يعني تأهب عسكري اذا بدك مشان تا يصير في او يصير في رد ما. وهيدي طبعا قوى الجيش عم تراقب الموضوع ونشوف شو بصير. طلبوا وزير الخارجية يعمل مذكرة، استقبل السفير السوري وطلع السفير السوري حمل الدولة اللبنانية المسؤولية. هاي طرق دبلوماسية بركي بتصير، ما بعرف أنا بالدبلوماسية يعني كيف ممكن توصل الرسائل، بس بتوصل. وصل برأيك وزير الخارجية بس بالمبدأ هي ما غلط يمكن. دبلوماسية ما بعرف كيف تقارن يعني أو قديش المسألة السورية يعني كنت سألتك بس قديش المسألة السورية بتأثر بعملية تشكيل الحكومة؟ مش مثل قبل، مش مثل قبل أكيد مش مثل قبل، بس هل يعني ما يجري في سوريا، ما يجري في سوريا قديش انعكاسه على عملية تشكيل الحكومة؟ طيب استاذ بسام في شغلة كتير واضحة، في ناس هلا بلبنان احنا مقصومين على الوضع السوري 100%. في ناس بدهم إياه انه نظام يخترب، وفي ناس بدهم ويجي نظام محله نظام ما بنعرف منو، وفي ناس بدهم انه يعني همهم انه يروح بشار رئيس بشار الاسد بس ما في شيء تاني. وشو بيصير بسوريا بعدين؟ بحث تاني بنبحثه بعدين. وفي ناس همهم لا يا اخي يمكن سوريا تصير شيء اخطر من اللي هي هلا بالنسبه للوضع اللبناني، النسيج اللبناني الخطير يلي بالفعل اقل شيء بيفككه. ما هو مفكك دجاج؟ لا ما انه مفكك يعني بعده لهلا ما انه مفكك، بعده لهلا عم يجرب يرمم البورسلين الصينيه، بس بالاخر بده يجي وقت اذا صار في ام لحدك وانفجرت بدها تنفجر فيك. ما في حل يعني، وهذه عم بحذروا منها الدول كلها. يعني هلا زيارة بوغدانوف منا هيك بسيطة. صح، بوغدانوف عم بيقول انه لازم كل الاطراف اللبنانية ما تتورط بسوريا. شاف 20 شخصية لبنانية. صحيح. بتصور تيقلن هالكلام يعني تيقلن اعملوا معروف ما حدا يتورط، روقوا حالكم جمعوا حالكم، لا ما حدا ما بعرف شو قالن. لا انا سمعت الكلام منه امبارح عند النائب وليد جنبلاط بيقول انه روسيا ضد تدخل اي طرف من الاطراف اللبنانية بالازمة السورية. هذا كلام قاله. فاذا اذا هذا كلام مسموع وبعتقد هلا نحن كلنا اصحاب مع الروس صرنا يعني امبارح كان عم يتغدى هو وممثلي حزب الله. اذا كان هالكلام مسموع اكيد رح ينسمع يعني ورح ينحل، لانه بعتقد في شيء اكبر من لبنان واكبر من حزب الله واكبر من الدوله اللبنانيه عم بيصير على صعيد كتير عالي بالنسبه للدول الكبيره. عم نحكي بين امريكا وبين روسيا، حتى ايران وتركيا والسعوديه صاروا يعني لاعبين اقليميين ثانويين. اقليميين يمكن تجيهم الوحي بكره مثل ما كان يصير قبل بعده مناطق يعني بكوريا بهالمناطق. نحن منتظرين هالشيء يصير الكبير يلي بده يصير قريبا. وبعدين في شيء تغيير ممكن يصير كمان بايران، يعني هلا ما بنحكي ماكرو بوليتيك اذا بتحب نحكي، بس بالمبدا في تحولات رح تصير مش اللبنانيين وحدهم بيأثروا فيها. من هون برجع بقول لك قصه الحكومه منا انه شغله بسيطه انه الرئيس تمام سليم راح عند رئيس تكتل تخيير الاصلاح او راح لعند حزب الله وحركه امل وحل هو اياهم، مش كافي يعني مربوطه بالوضع السوري اكيد مربوطه بطريقه بالوضع الدولي عم بقول لك مش بالوضع الاقليمي بالمنطقه ككل اكيد يعني. بس الشيء الاكيد الشيء المهم كمان انه صار عندنا رئيس حكومه يعني بعد ما راح الرئيس مئاتي ما بقيت القصه سابه، صار في رئيس حكومه مكلف اخذ يعني اللي اخذوا من النواب 124 نائب يمكن 128 شو كلهم اخذوا يعني اخذهم كلهم وصار في هدف انه نعمل حكومه وكل الناس موافقين على الموضوع. هلا شويه تعطيلات لبنانيه بدها تصير بس بالاخر الحكومه، بس لانه كل الناس بدهم يصير في حكومه بلبنان. اليوم في مين بيقول يعني انه لو السوري يمكن بعده بلبنان كانت تشكلت الحكومه وعملت الانتخابات؟ اكيد عندك شك فيها. كانت عملت انتخابات بدون اي مشكله مثل ما بده هو السوري، مثل ما بده السوري لانه موجود عندك وعنده كذا 30 الف عسكري عندك وقاعد على كل فرق على كل يعني مخابرات ما نسينا شو كانت تعمل يعني كل هالموجود موجود. واليوم كمان في مين بيقول انه كمان في رغبه لدى السوري انه ما تصير الانتخابات هلا وما تتشكل الحكومه ليشوف شو بده يعمل عنده بالداخل كمان. ما بعرف في فرقاء على الارض بلبنان بيحزولوا سياسته. انا بحط حالي محل السوري، هو بهمه لبنان يكون مستقر او لبنان يكون كمان متشرذم يعني بالمنطق المقبول. الرئيس الاسد ما بده سياسه النائب النفسي. لا بس معروف ما بده يكون معه، هذا بحث ثاني. بس عم اقول لك كسوريا علنا انه شو هيدا النائب النفسي بلبنان والنار عم تقترب منكم يعني. اوكي بس هيدا يعني طبعا من وجهه نظره، بس كمان وجهه نظر غير كمان انه احنا كمان نائب النفسي مش منيح كمان للناس اللي معارضين لسوريا للمعارضين للنظام. هلا اكيد ما بيهمه انه لبنان يكون في حرب، لانه اذا كان في حرب لبنان في تدفق مسلحين في عدم في سيبان كلي لكل شيء في اشياء وبفوتوا لعنده باعداد اكبر بكثير مش بس من لبنان من يعني خلص بصير في فالت القصه. اكيد ما بوافقوا السوري يعني انا برايي
لذلك تعتقد أنه هاي القضية مربوطة ب لبنان لازم يكون هلا ساحة رايقة مش بس للبنان لكل الناس حتى لإسرائيل يمكن انه كمان ما بيوافق اسرائيل تفتح الجهنم اللبناني ويصير في عندها الفلسطينيين. نحن عندنا يعني حابين تسال من اجت الطياره اسرائيل حابين قصص وقصص هون بلبنان يعني ما بيوافقون ابدا يتخربط شيء برايي. هلا ايه الطياره نشوف الطياره من اجت من اجت ما بعرف انا بصدق السيد حسن وقت بيحكي حزب الله نفى بيقول انه مش مسؤول عن الطياره. انا برايي انه بده يطلع الطياره من هالنوع تاريخ تحلق على 1800 على علو 1800 متر فوق البحر وتتجه صوب حيفا يعني هذه مش ولد عم يلعب بطياره وبيوديها لهونين. بدنا نشوف رح تبين يعني بكره بدها تبين مين بعت الطياره. ممكن شي فريق لبناني غير حزب الله مثلا او شي فريق فلسطيني. والله كل شي معقول احنا بلبنان يمكن او لا لبناني ولا فلسطيني يمكن شي تاني كمان ايراني او تركي او تركي بده يطلع من لبنان. يا اخي ما بعرف عم بقول لك انه في اجهزه هون بلبنان ليش مين كان يطلع الاجراد نحن من عنا على اسرائيل انه كمان كان حزب اسرائيل كانت تقول مش الحزب قالوا في مجموعات سلفيه كانت عظيم. شو اسمه يمكن هو السلفيين جمال الجراح السلفيين كمان طلعوا طياره من دون طيار يمكن صايرين كتير سوفيستيكي لانه هلا السلفي بس ياخذ باروده حقها $10,000 يمكن تقوص فيها انه ما له شيء في شيء كتير كبير عم بيصير يعني ان كان بلبنان وان كان بريت لبنان في سلفيين امبارح مفجرين بامريكا يعني بالماراثون تبع بوسطن عملوها باللي قدروا يعملوها وفجروا وروحوا كذا قتيل وخضوا الدنيا ممكن ما عم بقول هني بس عم بقول لك انه في امكانيات كبيره صارت عند المجموعات في مجموعات صار عندها يمكن املي نوويه او املي يمكن كيميائيه هي قصه القضايا الكيميائيه الاسلحه الكيميائيه بسوريا ماني عارف مين جايبهم انا يمكن حدا عم بيعملهم مشان تيتهم النظام تصير النظام دجا عنده اياهم يعني ايه عنده اياهم بس ليش عم يعني هو ما اول قال ما راح يستعملهم ابدا وامبارحه عم نسمع انه هودي معمولين من الامريكان انه هيدي اشياء صغيره صارت بونكتويل انه هيدي منا شيء ماس ديستراكشن يعني من هيك اني بيتعاملوا معك تيشوفوا منين جاي طيب يمكن يكونوا سلفيين جايبينا زارعينا مشان تقولوا انه يا عالم شوفوا السوريين شو عم بيعملوا كمان محتمل يعني في عده احتمالات واحد لازم يشوفها. طيب دكتور رح نتوقف اول مره مع الاعلان ومنتابع نهاركم سعيد. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد مع النائب الدكتور وليد خوري. دكتور يعني ماذا يريد التكتل من الرئيس المكلف تمام سلام في الحكومة؟ حكومة متوازنة سياسية تقدر تقوم بالبلد وتشوف الناس شو بدها لأنه بالفعل نحن هلأ عنا مشكلة كتير كبيرة بالعالم يعني بلش من سير بلش يعني في بالطبابة بكتير أمور. هلأ لو نوصل لهو بدها تتشكل الحكومة أو ما رح تتشكل؟ لا انا برايي رح تتشكل رح تتشكل إيه؟ انتوا حكومه 24 برايي يعني ما عندكم مشكله فيها بعدها بعدها بالتجاذبات السياسيه اللي هي هيدي شغله ديمقراطيه يعني كل تكتل بده يقول شو بده نحن قلنا شو بدنا من الاساس قلنا انها قدام ال طب حكومه 24 كم وزير بتكون فيها كتكتل حسب بالمبدا انا ما فت يعني ما رح فوت بتفاصيل شو عم بصير هلا بالحديث اللي عم بصير بيننا وبين رئيس تمام سلام بس اللي بدي اقوله انه في اتفاق الهيئه عم بتبلور اكثر واكثر لشيء معين يصير يوافقنا ويوافقوا بس كمان ما في بل كل الفرقاء يعني موجودين في كمان انتم بالتكتل في حركه امل في حزب الله في كمان صحيح قوى 14 اذار بدها تتمثل كلهم بيتمثلوا مش هلا هل عم نحن عم نطرح هيك نسبيا صيغه 8 8 8 بتمشوا فيها ماني عارف يعني ما فيني اقول لك شيء هلا شو عم بصير لانه بكل ربع ساعه يمكن في تغييرات او في شروط متبادله بس اللي بقوله انه رايحين على نوعا ما اتفاق هيك احساسي انا احساسي احساس لانه مش معلومات. لانه مش انه مسكره يعني فيني اقول لك لا مسكره لا اكيد في ضل البحث ماشي بس انه كمان يعني مش انه البحث في ضل لا في بحث ماشي ايجابيا ففرق بين ما يكون بحث ماشي انه يا خي مش حنقبلكم اياها وانتم هيك وخلص وقف الحديث او في حديث عم بقول لك في حديث هلا في حديث ومكفى على شيء ايجابي هيك طب حكومة سياسية كيف يعني حكومة سياسية شو بتقصدوا بحكومة سياسية انه يكون مثل الكتل نسبيا الكتل نسبيا كمان نسبيا لحجمهم كل كتلة إلى حجمها السياسي
ما في كتل تتمثل أكثر من حجمها، وما في كتل تكون أكبر من حجمها، يعني تكون حجمها كبير تمثل بشيء صغير. طب إذا هالحكومة جاية لحتى تعمل انتخابات، إيه؟ إذا جاي تعمل انتخابات، يعني ليش بدها كل هالصراع السياسي وهي جاية على فترة محدودة؟ والله ماني أكيد أنا إنه هالحكومة جاية بس تعمل انتخابات، ما كله موقف كمان على إذا في انتخابات أو ما فيش انتخابات. فرضا ما فيش انتخابات، شو صرنا؟ صرنا بحكومة عم تخلص يعني لتخليص الأعمال على مدى طويل ما بنعرف قد ايه، وهيدي يمكن طول بنعرف احنا كلنا بلبنان. شو الضمانة انه حكومة من هالنوع رح تنجح؟ ما الحكومات السابقة ما نجحت، يعني حكومة الرئيس سعد الحريري ما كانت حكومة وحدة وطنية؟ صحيح. وما كانت ممثلة فيها الكتل حسب النسب؟ صحيح. طيب وطارت على اساس انه قضية شهود الزور، يعني هذا لبنان. شهود الزور راحت، هذا لبنان، هذا لبنان بالاخر. يعني ما فيني اقول لك انه ما بدي وطي ايدي، بس اقول لك انه مش وارده، بس نحن هلا كلنا امل انه في امكانية جمع كل الافرقاء السياسيين بحكومة سميها الرئيس سلام مصلحة الوطنية. عظيم، كلنا عنا هالمصلحة الوطنية خاصة هلا. يعني مصلحة وطنية بشو؟ ولا شو في فريق رح يبدل موقفه؟ لا، ولا في فريق رح يبدل مختلف مع التاني، ولا رح يبدل، ولا رح توقف الاتهامات لهالفريق بالخيانة؟ ما رح يبدل، لأنه هاي بالعالم كله هيك موجودة، يعني ديمقراط ضد الريبابليكان بفرنسا. بس الديمقراط يعني بيحكموا، بفرنسا الأكترية بتحكم والمعارضة بتعارض. بس نحن بحب ذكرك نحن بلبنان في عنا عدة ملل وعنا عدة طوايف وعنا عدة مشاكل، يعني هيدي بلبنان بدك وقت كتير تتوصل لهالمرحلة اللي وصلوا عليها. مشاكل على الحكومة بتخرب الحكومة؟ مش ضروري تخرب، يعني عم تعمل شغل الحكومة، والحكومة السابقة يعني معلش انه عملت شغل كتير كبير على عدة صعد انمائيا، ويعني احنا بتعرف انه هلا بياخدك على الشيء اللي انعملت بهديك الحكومة. كل يوم عم نعرف شو عم بصير. الوزير جبران بيصير امبارح كان بجبال دشن 3-4 مشاريع حيوية للمنطقة، عم بحكيك عن جبال بس، وكل يوم عم بدشن كذا مشروع وكلهم عملوا بالحكومة. قضية سد جنة مثلا بجبال شغلة كتير كبيرة، يعني اكبر مشروع هذا يمكن من 100 سنة لهلا. يعني في كتير امور صارت بهالحكومه قدرت تعملها. هلا بالسياسه حطوا حجار الاساس وانعملت الاحتفالات. لا خلص صار في مصاري، يعني انتبه، انت رح يبلش الشغل. بلش هلا بعد شهر بلش ماكسيموم، وبلش يمكن كمان بتكون بس بتقصت الباخره. باخره فاطمه جول اجت ووقفت؟ لا مش ما وقفت ابدا، بعدها ماشي فاطمه جول. يمكن مجموعه وحده، يمكن صار فيها خلل ما. ومثل ما بصير بحي الله معمل، يعني معلش معمل دير عمار صار في خلل بقي كذا شهر بلا وما، يعني في كذا معمل. هلا اوكي هيدي الباخره جديده يمكن فيها خلل ما، رح يبين بكره شو هو ورح تنحل. يعني طيب على كل في كونترا مع الباخره، يعني اكيد المسؤول عنها مش لبنان، المسؤول عنها هني. طيب. ورح يتكلف عليها. بالنسبه انه هذه الخلافات اذا نقلت الى الحكومه، فاذا هذه الحكومه رح تكون كغيرها من الحكومات ساحه للتجاذب السياسي وللخلافات السياسيه. اذا كانت هي الحكومه ولن تكون منتجه، يعني او لن تكون لا بلا بتكون منتجه الأمان. لانه نحن بحب ذكرك انه بعد الطائف صار كل وزير هو مسؤول عن وزارته بالمبدا، يعني والحكومه تجتمع مجتمعه للقضايا يعني الوطنيه الكبرى بالمبدا بصير في شغل، يعني وهيك صار بكل تشوف كل وزاره صار فيها كتير تقدم اللي صارت قبل، نتقدم نوعا ما. المهم النيه، وانا بعرف انه في نيه كتير مهمه عند الرئيس تمام سلام تيقدر يعمل شيء، وافكار اللي عم بيطرحها افكار مقبوله من الكل، وفي احترام للغير. هذا الشيء يعني مش دائما كان يكون موجود بالحكومات السابقه. طيب هالوزراء، يعني في كمان كلام انه بما انه هيدي حكومه بدها تعمل انتخابات لازم هالوزراء يكونوا مثل الرئيسه، يعني غير مرشحين للانتخابات. انتم كتكتل مش مع هالنظريه؟ هيدي نحن طرحنا وضعنا انه بالنسبه لنا نحن بهمنا يكون في اشخاص يعني مسيسين، مش ما في هي قصه التكنوقراط. في يكون في يكون مسيس بس غير مرشح، يعني هيدي عم ما في بالتيار الوطني الحر ناس يمكن بلا طبعا في كتير كثير انه بيفهموا بالقضايا الموجوده ما في بالسياسه وما في مرشحين في كتير، بس بالاخر ترشحوا الكل. طرح نحن طرحناه، طرح هو الطرح المعاكس يمكن، ولا عم بصير في تداول تنشوف كيف بدنا نوافق بين اثنين. اللي عم اقول لك اياه انه رايحين على اتفاق. طب قصة المداورة بالحقائب؟ المداورة بالحقائق يعني بالفعل انا بس بقول للبنانيين يشوفوا الوضع كيف هو. اي وضع؟ رح اقول لك اذا في هلا انتخابات نيابية. نعم. بعد اذا بدنا نبحث اذا تأجلت لأيلول مثلا او تشرين، في احتمال انه باربع اشهر عندك. طيب يا اربعه يا أكثر. من بعد الانتخابات في حكومه جديده. يعني عم نحكي هالوزير اللي بده يجي يستلم وزاره مداوره
يتعرف على وزارته على الموظفين تبعه بده كيف ما كان 6 شهور. يعني ما هذا يعني إطار تدور السلطة. مش عم بقول لك غريب أو مش غريب، عم بقول لك إنه عمر الحكومة لو عارفين إنه عمره 2-3 أو سنة يا خي، في إمكانية الواحد يبحث إنه يجيب حكي يجيب شخص ما حدا يعني جديد على كل وزير. أنا بعرف من وزرائنا بالفعل تيتعرف على وزارته كيف ما كان بده 2 شهور تيبلش يعرف كيف بيشتغل فيها. طيب تيجي تجيبه بعد 2 شهور تقول له أرفوار، طيب ما بتزبط وفق هذا المنطق، لكن ما بتغير ولا وزير. لا ما عم قلك بتغير وزير، عم بحكيك أنا بالمنطق هيدا إنه ليش هلأ كل عمر القصة. معلش وزارة المالية 20 سنة، معلش بدي ننتقل نرجع على دارة الرئيس تمام سلام لنسمع بقدر نفسه بخير عن لقائنا الذي تم للتو مع دولة الرئيس تمام سلام. Мы очень признательны за то, что он, несмотря на свою очень высокую занятость, график встреч, связанных с вопросом о формировании правительства, нашел время для общения с нами, для очень содержательной, интересной беседы. ونحن شاكرين كثير له على أنه وبرغم أن برنامجه في الوقت الحالي كثير مكثف وأمامه اللقاءات المتتالية في الوقت الراهن وجد وقتا ليستقبلونا. Мы в Москве внимательно следили за развитием обстановки в Ливане, когда ему было поручено сформировать правительство, и его кандидатура на пост премьер-министра была поддержана практически всеми депутатами парламента. Таким образом, был выражен национальный консенсус в отношении его кандидатуры. ونحن كنا نتابع في موسكو بكل اهتمام الأحداث في لبنان حينما تم تكليف دولة الرئيس بتشكيل الحكومة، ونحن شهدنا أن الإجماع في لبنان أيد هذا المرشح، ونحن رأينا في ذلك أن يتشكل في المجتمع اللبناني الإجماع حول تكليف دولة الرئيس تمام سلام بهذه المهمة. Мы надеемся, что такое единодушие в отношении его фигуры как главы правительства позволит ему довольно быстро и успешно сформировать правительство также на базе консенсуса. ونحن نعمل أن هذا الإجماع وهذا التأييد سيسمح له بأن ينفذ مهمته بتشكيل حكومته بسرعة وبنجاح، وكمان على أساس الإجماع الوطني اللبناني. سيد بلدانوف، هل تناولتم في محادثاتكم مع حزب الله موضوع مشاركته في القتال في سوريا؟ Мы обсуждали все эти вопросы, конечно, и я подтвердил, что мы в свое время поддержали декларацию Баабды и считали и продолжаем считать, что надо делать все для того, чтобы сохранить территориальную целостность, независимость, суверенитет и единство Ливана. ونحن كنا نتباحث في كافة المسائل، ونحن من جانبنا ذكرنا أن في وقته عبرنا عن التأييد الكامل لبيان بعبدة، ونحن ما زلنا نعتقد أن لابد من أن تبذل قصارى الجهود ممكنة من أجل الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة أراضيه. Мы скажем, что сами ливанские политики, представляющие различные политические партии и конфессии этой страны, будут договариваться между собой, как им проводить внутреннюю и внешнюю политику. ونحن ننطلق من أن السياسيين اللبنانيين هم أنفسهم سوف يتفقوا فيما بينهم على كيفية الأداء لسياسة الخارجية والداخلية في البلاد. شكرا جزيلا.
إذا كنا عم نسمع بوغدانوف يعني شو عم بيقول بعد لقائه الرئيس تمام سلامة، عم بيكرر تقريبا ذات المواقف، يعني لغة دبلوماسية ما رح يغيرها. طب بدي أرجع لمسألة المداورة، إنه يعني ما في حدا من 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 باقي الأطراف إنه عنده ناس قادرين يستلموا هيك وزارات. بلا بس ليش هلأ سؤالنا نحن ليش هيك. لا مش هطول هيك أبدا، ولو نسينا كيف كانوا دائما متمسكين بكل الوزارات تبعهم. نحن وقتها بتتذكر طلب منهم الجنرال عون إنه ما بدي شيء أنا منكم أبدا، أعطوني بس وزارة واحدة، وزارة المالية، خذوا كل الوزارات، عنا 10 وزارات. يعني التكتل يعني التكتل إذا كان غير عم بيرتكب خطأ هو بيرتكب نفس الخطأ؟ لا لا لا، عم بقول لك كيف كانت تكون الأمور قبل. صحيح. طب صحيح. وصلت لمرحلة بس حليت بعينهم قصة الطاقة وقصة الاتصالات، صفت إنه لا بدنا هوا هوا، ما حدا كان بده يوم. تتذكر أنت بس سلمهم الوزير بسيل سلم الطاقة، كان كل الناس تقول يا عمي هذا مجنون، كيف أخذ يعني حدا بياخد هيك وزارة خربانة؟ الوزارة الخربانة ليك شو عمل بعد 3 سنين مع كل الحكي اللي حكى فيها. ونحن بعد بال 2015 صار عندنا رح يصير في عندنا كهرباء، وبأكد لك عن هالمنبر انه رح يصير في كهرباء 24 ساعة. رجع حط هالسبوت وشوفوا بعد 2015. انا بعرف قديش اشتغل فيها بجدية، وبعرف كل خلص اقرت الخطة ان شاء الله، وفي مصريات ونتأمن كل شيء. شو بده الشعب اللبناني ان شاء الله تصير؟ لا بس انه لازم تنقال هالكلام، ولازم نأكد انه نعمل شغل، ومش نحن عم نقوله، الناس كلها بتعمل. ما حدا بيقدر يجي يسلم هالوزارة ويكمل هذا الشغل. كيف بس ليش هلأ قبل يعني ما اللي عم بقلك هي الفترة الصغيرة 3 أشهر شو بدها تعمل لك؟ هي تتعمل لك تجيب حدا هيك بس انه كانت أكثر من 3 أشهر. لا صفت كيدية القضية، بركي كانت أكثر من 3 أشهر بس صارت قصة يعني كيدية. يعني وقت إجوا بدون يمددوا للواء أشرف ريفي، قيل انه ولو كيف كنت مدلوا للواء اشرف ريفي؟ شو ما في حدا بضباط قوى الامن بيفهم الا اللواء اشرف ريفي، وانه هي اهانه لمؤسسه قوى الامن الداخلي. طب اليوم انه بالشعب اللبناني كله ما في حدا بيفهم بالطاقه والاتصالات الا هالوزيرين؟ في كتير ناس بيفهموا اكثر منا بكتير ويمكن احسن. بس اللي عم اقول لك اياه انه هالثلاث اشهر يلي معموله مشان انتخابات، انه حرام تجيب حدا ما انه فهمان شيء بالطاقه تتحطوا تجلسوا على محل عم يصير في اهم شيء يعني المشاريع الكبيره. إذا اللي عم اذا المشاريع موجوده وكل شيء ماشي، بس بكره يمكن 15 شهر أو 16 شهر في في تلزيم للنفط للبحث النفط. إذا يعني ما في حكومة ما في تلزيم. لا رح يصير في اجتماع. بلا الحكومة. لا الحكومة. مش رح يلزمه. لا لا مش تلزيم. بده يشرح كيف ال الشروط الشروط يمكن شروط العقد في أو في شيء بده يصير يعني شغلة كبيرة مع كل الشركات اللي هن تقدموا اللي هن 40 شركة 45 شركة بدي ومع السفرة كلهم بده يصير في شغلة كبيرة. طيب هيدي إذا حدا جديد جاي معلش يعني إنه كمان في أمور لازم يمكن تكون ماشي على مسار معين. يعني ما في كونتينيوتي بهالوزارات؟ بلا في كونتينيوتي. ما في انه ما في فريق عمل بيقدر يتابع؟ ما في مدير عام؟ انه كلهم هودي مش موجودين؟ برضو عم تسالني ليش انتم هيك مصرين؟ عم بجرب فسرها يعني منطقيا بشكل منطقي، انه هالحكومه الصغيره اللي جايه على 6 أشهر او 5 أشهر او 4 أشهر يا خي حرام تتلخبط كل الامور يعني الاساسيه فيها. الحكومه الجايه اذا كانت في حكومه بعد الانتخابات تقبلوا انكم تتخلوا عن هالوزارات؟ ايه ممكن ليش لا. طبعا ممكن اكيد، لانه بصير موازين قوى. هلا اذا قوتنا بتامن لنا وجودنا بهالوزارات اللي احنا بننقيها بشكل جدي لانه ديمقراطيا الشعب اللبناني انتخبنا تنكون نحن قوية بالحكومه، ليش لا؟ ما في مانع ابدا اذا نحن نقينا. عم اقول لك يعني كل الحكومات كل الوزارات اللي نقيناهم اساسا يعني ما حدا كان يبغالهم. ما هني بعدهم مشكلة أصلا. يعني اليوم بالاتصالات حضرتك بتعرف أي مخابرة بتعملها مرتين ثلاثة أربعة لتكمل الحديث. لا اسمح لي مش مزبوط أبدا هالحديث، أبدا مش مزبوط هالحديث، ونحن فينا نأكد لأنه في مش أنا وياك بنحكيهم كل هالرأي العام بيعرف. إذا مرة سائبت معك أو شيء بس كانت مزبوط من شي سنة ونص كانت تصير هيك مزبوط. وأنا عدة مرات حتى الوزير نقولها عدة مرات قايل إنه يا خي نحن عم نغير كل الشبكة. واليوم الناس بتتفق بيطلع خطوة للواحد مسكر بيقولوا ليش خطك مسكر؟ كثير قليل هيدي بتصير بكل العالم، بس بالفعل بالنسبة لمن سنة ونص دكتور كل يوم كتير آلاف الناس. وأنا بقول لك أنه أنا مطلع على ستاتستيك معمولة من شركات خاصة مش ما خصنا فيهم نحنا يعني مش بالحكومة، شركات عم تجي تشوف كل الأمور اللي عم تحكي عنها الديفو يعني، وعم بتشوف أنه نزلت بشكل دراستيك وفي كوركور بتقول لك قديش كانت قديش صارت. وهيدي بعد قد الوزير سحناه وصار عدة مرات بيحكيها، بس قد ما نحكي الإعلام دايما بياخد مش الإعلام يعني عم لاحظ عم تصير معه مش كتير بالنسبة للخيام. أنا كمان عم تصير معي ما كانت تصير معي كتير من هيك إن تشك أنا شخصيا للوزير سحناه، وكان يقول لي دايما طور 8 أشهر لأنه عم بيصير في تغيير لكل الشبكات تقدروا يطالوا أكتر. صار في عنا 3,250,000 مشترك يعني منها شغلة بسيطة من شبكة كانت تسع 1,000,000 ماكسيموم
بظرف سنتين. إيه بس هيدي يعني هيدي, هيدي هيدي هاي القصة إنه أكيد بده يزيد، يعني مين مكان الوزير بده يزيد. بده يزيد ما في عندك انفراستركتور ما بدك تعمرها. الانفراستركتور المعمولة معمولة 2 مليون، أنت هلا صرت 3 مليون و200 مليون مشترك بظرف 3 سنين. عادي يعني إنه هذا عظيم يعني هالوزير عم بيقوم بواجباتهم. عملون هاللي عم بقلك يعني عم بيقوموا بواجباتهم. طبعاً عم بيقوموا بواجباتهم. الوزير يعني إذا أجا حدا تاني راح. لا ما عم بقلك يعني أنا عم بحكي على الفترة الصغيرة. هل يا ترى عم بحكي هذا يمكن تصير يمكن يتغير يعني ما لنا نحن بالجامدين وما في مجال وخلص عاملين فيتو، بس عم بقلك إنه حرام تغير شيء ماشي بهالثلاث أشهر بس هذه إياها. هيدا منطقنا. هلا اذا ما بتصير حكومه الا ما يتغير والله يمكن ايه يمكن نقبل ممكن تقبلوا يعني انا ما في نحكي عن حالي لانه في في 27 نائب غيري وفي رئيس التكتل، يعني كلنا سوا رح نحكي بالموضوع. اللي بقول لك اياه انا واللي بعرفه انه في تجاوب كلي من الرئيس تمام سلام ومن عندنا نحن انه تنتفق على شيء ورح يصير. هذا شايفه. مين عم يتولى المفاوضات؟ بس يعني الوزير جبران باسيل بيتولى المفاوضات بالنسبه لنا. ايه جبران لهلا بعد ما وصلنا للمرحلة انه يصير في شيك هاندز مع الرئيس تكتل. طيب بدي يعني بغض النظر عن كل هذه الامور، مسألة انه قديش بتكون وزراء ومرشحين ومش مرشحين والحقائب، كمان في امور كتير اساسية. طيب هيدي الحكومة بدها تيجي تاخذ موقف بكرة من مسألة المقاومة وشعار الجيش والشعب والمقاومة إذا وصلت لهون. عم نستبق الأمور بعد بكير. يعني أنا برأيي إنه في تجاذبات سياسية كتير كبيرة عم بتصير وعم بتصير بالإعلام حتى، يعني بين الأفرقاء السياسيين. بده يجي وقت يقعدوا على الطاولة إذا بدهم يطلعوا حكومة مثل ما كنا نشوف قبل، يقعدوا بالبيان الوزاري أو قد بيقعدوا شهر أو بشهرين تيطلعوا البيان. بالآخر بده يطلع البيان لأنه في قوى سياسية على الأرض، يعني في ناس بيفكروا هيك وفي ناس بيفكروا هيك، تنتفق على شيء معين. هلا في ناس عم بيطرحوا إنه ليش لا اتفاق بعبدة، يعني ممكن يكون بعبدة. ممكن يكون هذا منطلق اذا كل الناس موافقين عليه. يعني ما فيني احكي انا عن شو بده يصير بعدين، بس يعني هذا منطلق جدي ممكن. انتوا اعلان بعبدة موافقين عليه؟ ايه مضين عليه نحن، كان الرئيس عون على حياد لبنان مضين عليه. بس مضين عليه ما بعرف اذا بيكون كحكومه بكره مضين عليه باتفاق الهيئه الحوار الوطني اللي هو تعطل. ما كمان ما هيدي هدفه كان حوار وطني تنمشي بمسار. هالمسار طلع هالورقة يعني بتلزم اللي كانوا موجودين على الطاولة، بس بالآخر إذا الحوار تعطل يعني بطلنا نحكي بشي تيوصل على مشروع يعني. بس لأنه هذا الإعلان يعني كتير أطراف لبنانيين بيقولوا أنه هو لازم يكون المنطلق والأساس للبيان الوزاري وحتى لسياسة الدولة كلها سوا، حتى الأطراف الدولية والإقليمية بتحكي عن هذا البيان. ممكن آخر شيء سمعنا بوغدانوف هلا يلي عم بقوله ممكن. ما حدا قال أنا ضد إعلان بعبدة، يعني ما حدا قال بعد من الأفرقاء. هلا بالقول ما حدا قال، بس بالفعل في كتير ضد إعلان بعبدة. هلا لأنه إعلان بعبدة منه 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 قانون، يعني إعلان بعبدة أشخاص موجودين على الطاولة، حتى الدستور موجود وفي كتير عم بيخالفوا مثلا. عم بقول لك يعني إعلان بعبدة ميثاقي إذا بدك، ميثاق يمكن يوصل على شيء أكبر. وإذا في اتفاق بكرة إن شاء الله نروح على هالمسار، لأنه هذا المسار كمان بيريح لبنان. يعني بالآخر ما بدنا نضلنا نخبطين بعضنا نحن. متفقين أنتوا حلفائكم بحركة أمل وحزب الله يعني على كيفية التعاطي بمسألة الحكومة؟ إيه بتصور في تنسيق كامل. إيه ده واضح، ده ما في اي مشكله بهذا الموضوع. لا في تنسيق كامل، يعني هن مسلمين مثلا انه هيدي الوزارات لازم تبقى مع التيار. ما حدا مسلم شيء، مسلمين حالنا انه نحن فرد اكيب فرد مع مجموعه عمل وعم تجتمع على طول. اكيد ما حدا رح يزعل الثاني بالمبدا التشاوري يعني. وبالاخر رح نوصل على شيء كلنا متفقين عليه. اللي بقول لك ما ممكن نوصل على حكومه اذا كومبوزنت او فريق من هالفريق اللي فريقنا يعني منه راضي. فاذا في تضامن كلي وجلي يعني على كل مبين. بس قديش بده يقدر الرئيس سلام يعني يوفق بين كل هذه التوجهات نحو الحكومه؟ كيف انا يعني الدكتور سمير جعجع بيقول انه حكومه سياسيه يعني رجعت حليمي لعادتها القديمه، يعني انه طيب هذا رايه، هذا راي الدكتور جعجع انه هو بالنسبه له بده تكنوقراط كان. طب ما تنسى طب يعني هو فريق اساسي كمان، فريق اساسي بيجي بكره رئيس سلام بيشكل الحكومه، بده يشوف رئيس سلام كيف بده يحكي معه. فريق اساسي بس انه ما يعني ما بيكون زعلان بعد الرئيس جعجع اذا بحط حزبه مثلا جوات، اللي ما بيكون كثير يعني عم بينتقص من قيمته اذا
حتى حزبي، يعني ماني شايف يعني شو مش يعني مش ضد الحزبيين، بس عم بيجي بيقول انه حكومه ليش بدها تكون من حزب من عنده، يعني يكون فيها مرشحين او غير مرشحين، يعني ليش بدها تضم مرشحين، ليش بدها تضم ناس مثلا انه بيستخدموا هاي الحكومه لحتى استاذ بس عم نحكي نحن سياسي عم نحكي بتعرف بحيلة تفاوض، كل شخص كل فريق بحط هو شو بده مش هيك، بده يجي وقت الرئيس المكلف بده يشوف شو ممكن يزبط بالقصه كلها، هيدي بتاخذ وقت. صار له هلا ما بعرف قد ايه 3 جماعي يمكن عم بي يعني بالمبدا، ويمكن تاخذ بعد اكثر شوي، بس بالاخر رح يوصل لوقت يصير في قاسم مشترك، خاصه انه بنرجع بنقول في انتخابات على البواب. يعني اذا في هلا بتحكي عن الانتخابات على البواب ولا سكروا عليها الباب ما بعرف، انه في انتخابات على يعني هدفها الحكومه هي انتخابات، يعني ما في حل تاني يعني بالاخر بده تتالف الحكومه وبده يصير في اتفاق بين الافرقاء السياسيين بالتي هي امكن بالتي هي احسن تنعمل شيء. كل الناس بدهم يحطوا من حالهم يعني بالاخر شوي، كل طرف بده يقدم تنازلات اكيد بالمبدا هيك بصير. هيك صار قبل، شو التنازلات اللي مستعدين انتم تقدموها؟ نحن هيك صار قبل بتتذكر انت، شو التنازلات انتم المستعدين تقدموها؟ يعني انتم بده يحكي عن الرئيس ميشيل عون، انتم بدكم حكومه لا ما صار معروف المواقف دكتور، انتم بتقولوا بدكم حكومه سياسيه وبدكم حكومه او شو عليه اذا كان فيها مرشحين، وبدكم تحتفظوا بالحقائب وبدكم اكبر حصه بهذه الحكومه. طيب هيدي شو هالتنازلات؟ لا عم فسر لك نحن هيدي شو طالبين. هلا شو ممكن هو الرئيس المكلف يعطينا شيء تاني مش مفكرين فيه يمكن، ونشوف انه والله يمكن احسن هاي، يعني في قصة ديل بدو ينعمل، بس عن هول الاربعة مش ممكن تنزلوا عن شيء، ما فيني اقول لك شيء. هيدا نحن شو طالبين، هيك قال يعني عدة مرات صرنا قايلين الكلام وقلنا لها قدامه وانه ما قلنا نحن متحجرين بقصة الوزارات، يعني انه بدنا هالوزارات وما بدنا ما نحكى هالموضوع، نحكى انه بدنا اياها تكون سياسية وتكون تضم نسبيا التكتلات الموجودة. هيدا الفريم. هلا جوا شو بصير كله قابل للبحث يعني، وبتصور البحث هذا اللي عم بصير جديا مع الرئيس سلام، وهذا اللي عم نطلع تقريبا بفكر انه ممكن يكون في تقدم بالموضوع. رح توقف على تاني بريك اعلاني ومنتابع نهاركم سعيد. ونتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد مع النائب الدكتور وليد خوري. دكتور خوري، في ربط بين الحكومة وقانون الانتخابات يعني اللي ما بعتقد، بس يعني الأمور رايحة على تعقيدات أكثر بقانون الانتخابات الهيئة، مع أنه يعني ما في انتخابات. لا مش هيك، بس أنه هلا في عنا إشياء، إذا ما في قانون معناتها ما في انتخابات. في عنا اجتماع لمجلس النواب بكرة 15 شهر، إيه، وهذا مفصلي برأيي أنا. ليش ما بصير الرئيس... هالاجتماع؟ ليش ما بصير هالاجتماع يعني قبل 15؟ كان لازم يصير من سنتين. ليش ما بصير؟ لا هي المشكلة، المشكلة إنه يعني في هالقد تجاذبات سياسية بتمنع إنه الناس تتفق، النواب يتفقوا على انتخاب قبل ما يروحوا على قانون انتخاب قبل ما يروحوا على الجلسة، وجربوا يحلوها باللجنة المشتركة ما زبطت. اللجان النيابية زبط بس المشروع الأرثوذكسي، لقاء الأرثوذكسي، وهلأ الرئيس بري عند احتمالين، يعني أو بده يصير في تفاهم ما من هلأ لـ15 الشهر، أو بده الـ15 الشهر مضطر هو يطرح الأرثوذكسي كبند أول يعني على الجلسة، وهذا هو تعهد فيه بالجلسة القديمة بعد ما أقررنا المشروع. فأذن في هلأ سبق على الساعة، يعني أي متى بصير في اتفاق بين الاتفاق قبل أو بين إقرار الأرثوذكسي مثل ما نحن متأملين. طب ليش يعني أنتوا كتكتل ما تقدمتوا يعني بأي مشروع مختلط لحتى تشوفوا إذا كمان في إمكانية للاتفاق على مشروع مختلط؟ يعني بحب ذكر أنه نحن بالتكتل نحكى كتير أمور، ونحن كنا كتير عندنا أفكار بقضايا معينة وجربنا نطرحها على الأفرقاء السياسيين كافة، وصار في اتفاق على الأرثوذكسي يعني، وهذا صار باتفاق بين الأفرقاء المسيحيين اللي بيعتبروا حالهم أكثر ناس مغبونين بالموارنة، مش المسيحيين يا خي، الموارنة الموارنة بس كمان، وحتى مش كل الموارنة كمان، في موارنة يعتبروا أنه هذا الأمر مش عظيم، بس أنا ما بدي أحكي هيك، عم بدي أحكي كتل سياسية كتل سياسية الموارونية يا سيدي أوكي اللي بأغلبيتها يعني موارنة قبلت تمشي بمشروع الأرثوذكسي. فإذا عندنا نحن حسب حساباتنا 70 نائب ممكن يصوتوا، وعلى هالأساس
أقر باللجان المشتركة، وإلا باللجان المشتركة كان سقط اللجان إيه المشتركة النيابية. ما علق المشروع ببكركي بآخر اجتماع وقال إنه بده علق على شهر. إيه طيب على شهر رح يخلص الشهر. طيب انتم ما تقدمتوا بس بشي بديل، شو بدك فينا نحن؟ نحن عم ندرس، مش طرف سياسي تقدم، طرف سياسي اساسي، بس نحن مثلنا مثل غيرنا، عم بدنا نشوف اي طرح مقبول من الكل يعني تيقدر ياخذ اكثريه. شو طيب نطرح مشروع نحن ما بيمشي؟ نحن طرحين لبنان دايره وحده، دايره وحده طرحينه يعني لبنان دايره وحده و128 معاد. كيف طرحين لبنان دايره وحده وبتمشوا بالارثوذكسي ونسبيه؟ يعني كيف ما هون المسيحيه وان صوتهم؟ يا اخي نحن قلنا هيك وقلنا كمان هيك انه هيدي نوعا ما بتعطي عداله للناس كلها. اعتبرنا انه الارثوذكسي اللي هو يعني هونيك ما بتكون بمشاكله، اذا بدك مسيحي لا تبع. نحن عم نوصل للعدالة. انتوا رفعتوا شعار دكتور انه نحن بدنا 64 نائب مسيحي ينتخبوه المسيحيين. والله انا معك، والله فهمت. بتطرحوا الدائره لبنان دائره انتخابيه معناتها المسيحيه ما بيجيبوا 20 نائب، لا بيجيبوا 64 نائب، لانه ساعتها بطل انه المسيحي هو شخصيا يعني كمسيحي ينتخب مسيحي مثل قبل، مثل تبع الارثوذكسي. صار في عندك كوران بوليتيك، صار عندك احزاب كبيره عابره للطوائف كلها. هلا مش عابري للطوائف، لا مش عابري للطوائف. هلا كل كل حزب بين لحظه واخرى من الارثوذكسي لبنان دايره انتخابيه، بس هي عابره للطوائف. تسمح لي اقول لك، نحن هدفنا عداله التمثيل، العداله. يعني بس تقول انت هذا القانون عادل يعني معناتها انت قبلين فيه. العداله التمثيل بشكل واضح الارثوذكسي بيجيبها، بس هون عم نحكي طائفيه، عم نحكي وضع طائفي انه كل مسيحي بيجيب المسيحي حتى مذهبي. مش كتير حابين ونحن كنا يعني اذا بدك يعني المساله مش مساله حقوق مسيحيه بس. نعم المساله مش مساله حقوق مسيحيه. كيف لكن حقوق ما بلبنان دايره انتخابيه وحده ما بتعطي حقوق المسيحيه؟ كيف لكن بتعطي الحقوق المسيحيه اللي مبدئيا بتعطيك حقك مثل حيلا شخص تاني بهالبلد، مسيحي او مسلم، كلنا سوا عم نكون عندنا نفس القانون، نفس العيار، العيار الكريتير تا انت تنتخب نائب او لا. وساعتها بعدين شو بيطلع؟ مسيحيه مبدئيا لازم يكونوا طالعين. نعم. باراده الشعب. طب اذا نحن هلا مش هيك، اذا قانون مختلط بيأمن عداله التمثيل بتمشوا فيه؟ اذا قانون مختلط ايه قلناها بين نظام قلناها نحن قلناها. كيف شو كيف يعني؟ كيف يعني بدكم اياه يعطي 64 نائب للمسيحيه يجيبوه المسيحيه المختلط؟ قلناها تيكون في عداله بالتمثيل. هلا هون التقسيمات عندنا صعب كثير استاذ بسام، بالفعل صعبه، لانه في عندك مناطق فيها أكترية مثلا ساحقة من طائفة معينة وفيها يمكن شوية طائفة تانية. طيب هذه كيف بدك تقصقصها؟ يعني شغلة صعبة. من هيك نحن اقترحنا النسبية، يعني نسبية على دائرة كبيرة أو على القليل محافظات كبيرة. نحن كنا طرحين تتذكر يعني 15 دائرة ما يعني ومع نسبية، يعني مثلا متن كسوان جبال حسوب دائرة ونسبية جواتها، ما عندنا مشكلة فيها. 15 دائرة كان في كتير بيمشوا فيه، بس نحن ماشيين فيها، نحن ماشيين فيها كنا بالأساس. وهذا كانت يعني طرح من عنا. عملوا 13 أوكي، قلنا بوقتها إذا بتتذكر قلنا أوكي الحكومة عملت 13، بكرة مجلس النواب بيغير، ما عندنا مشكلة، تعالوا نبحث. بس راح المشروع، راح المشروع لأنه الفريق الثاني رافض النسبية بالأساس. هلا مشي فيها كمان انه على اساس انه في سلاح هناك، هلا بطل في سلاح. طب هلا مشي فيها عال قبل يا خي ما مشي فيها، بس بطريقته هو بيرجع يقرر هو شو بده يطلع. هو عم بيقول انا هلا يعني خلينا ما مشي فيها مثل ما لازم، لانه كمان فيها غير حسابات. كان حزب التقدم الاشتراكي كان كليا ضد النسبيه، صحيح. تيار المستقبل كان كليا ضد النسبيه. اليوم عم يجوا يقولوا خي نحن قبلنا بالنسبيه بقانون مختلط في النظامين النسبي والاكثر. عظيم. طيب. بس انا اللي عم بردك عليه هو باللجنه المشتركه اللي كانت موجوده، اللي في اللي فيها يعني نواب من عنا وفيها نواب من عده كتل، ما اتفقوا على قانون. يعني لو اتفقوا على قانون كنا نحن مشينا فيه. بس بكل بساطه لكم ابدا انتم ما تقدمتوا بصيغه ابدا. طب حرين نحن بدنا نشوف شو الاحسن لنا، مش هيك؟ تقدموا بكل الصيغ اللي انتم بتقبلوا فيه. ما كانوا قابلين بالنسبيه قبلوا فيها، رجعوا بعدين بدهم اياها نسبيه 70 30 مثلا، بدهم اياها نسبيه كل واحد صار يخبر شو هو النسبيه تبعه طبعاً. وكيف مش هيك بتصير. في كمان يعني وضع معين بدنا يمشي. طيب بس اليوم الرئيس نحن منطلقين من القانون اللقاء الارثوذكسي يلي جاب 70 نائب بالمبدا. هلا خلينا نشوف، وهيك عم نقول دائما بالجلسه العامه قديش بياخذ. يعني نحن متفقين، نحن برلمانيين ديمقراطيين، بس يصير في شيء بالجلسه العامه وبنخسر رح نقول ها شابو يلي بيربح يربح.
بكل بساطة وعم نقولها، خلينا نمشي على القانون اللي بتتفقوا عليه يا خيي، بس نحن مقدمين هالقانون. بس الرئيس بري عم بيقول بده قانون يجمع عليه اللبنانيين، طب هذا يكون في اجماع، هذا في اجماع عليه يعني في 70 نائب ما في اجماع يا خيي، متى كان في اجماع بالعالم؟ بس الرئيس بري عم بيقول انه انا ما بدي يكون ما بده في فئة من اللبنانيين، بده فئة من اللبنانيين ما تكون موجودة، هم يكونوا الكل، ونحن اول ناس قلنا له اوكي وقبلنا فيها واجلنا كل شيء على شهر وحكينا بكركي مش انت تأجلها على شهر، يعني عملنا كل المستحيل تصير في اتفاق، والرئيس بري يعني من ابرع اللاعبين بالوضع السياسي اللبناني. مستعد يمشي معكم بهذا الطرح انه بما انه ما صار في اتفاق خلينا نشوف اي قانون بياخذ اكتريه، ما بيقدر ما يمشي بالاخر بما هو قاله بالاخر قاله انا حاطط اشيانس 15 شهر يا لبنانيين تفضلوا يا نواب اتفقوا على قانون، وهلا هو عم بيعمل يعني مجهود جبار، وانا بعرف انه عم بيشتغل كتير تجرب يقرب الامور ان شاء الله يتوصل لنتيجة، بس مش حق علينا القصة، يعني نحن طرحين الموضوع مثل ما كلنا متفقين القانون اللي قال أرثوذكسي، والمجلس النيابي سيد نفسه بكرة هو بيقرر شو بده يتفق، ونحن بنمشي بحي الله قانون، واللي بيقول لك انه نحن ما بدناش انتخابات، نحن اول ناس بدنا انتخابات، بس يعني مش حد... النظام الاكثر بتكون اياها يا خي، بدنا انتخابات حسب اي قانون بيطلع منه المجلس النيابي، منيح شو طلع بكره بالمجلس النيابي حتى لو كان اكثر شو ما كان يا خي خلص، يعني حتى لو 60 معدل بتمشي بالانتخابات، خسرنا اللقاء الارثوذكسي اذا سقط، بس في بكره نقاش بده يصير جوات المجلس، هالنقاش هذا رح يوضح للقانون، هالقانون اذا اقر نحن ماشيين فيه، ما حدا ما يكون في التباس بالموضوع، نحن نازلين على انتخابات، ما هني 10 باللجنه ما اتفقوا، 128 قبل المجلس بيتفقوا، بدك تشوف ومده. طب بالاخر مش معقول ما يتفقوا، لانه بالاخر بعد 20 حزيران المجلس انتهت مدته، يعني ما فينا كمان نحن كمان مسؤولين لما المجلس اوكي كاريكاتوريا بتسميه يعني بتشوف امور كتير في جواته، بس بالاخر في كل نائب مسؤول، ما في يمرق الامور بدون انتخابات وبدون قانون انتخاب ويرضى على كونه هو يكفي كان نائب، يعني اذا بدنا يصير في تمديد او شيء ما ممكن، انا اول واحد يعني شغلي صعب تستقيل بنشوف شو بصير بقى، يعني بس ما بتصور رح نوصل لهون، لانه بالاخر نحن مانداه تبعنا بيخلص 20 حزيران، مش بس نحن عم نقوله حتى كل القوى يعني السياسيه عم تقولها. دكتور وليد خوري بدي اشكر مشاركتك معنا اليوم بنهاركم سعيد، اهلا وسهلا شكرا بالبي سي، مشاهدينا ايضا بدي اشكركم على متابعه هذه الحلقه والى اللقاء.